أخيرا ضمن ظروف صعبة عم نعيشها لازم نخلق لحالنا جو لنزرع السعادة بقلوبنا اليوم. أكيد نور، وكل حدا عنده مفهوم السعادة عفوا بمنطلقه الخاص. ناس بتشوف السعادة بالمال، وناس بتشوف السعادة بالإنجازات، ولكن السعادة هو مفهوم أبسط من هيك بكتير. رح نتعرف عليه أكثر، ورح نتعرف كيف فينا نحصل على السعادة بأقل تكلفة وبأبسط حالات مع الأخصائية التربوية الاجتماعية الدكتورة شفاء سوان. أهلا وسهلا، أهلا فيكي، يا ميت سعد هلا، يسعد صباحك. صباحكم، صباح السعادة، صباح الخير، يسعد صباحك صباحك، يا يا ميت هلا. خلينا نحكي هلا، الكل عم يتابعنا عم يقول ضمن ظروف صعبة واستثنائية وغلاء معيشي وحصار اقتصادي أيوة سعادة وحالة هي. حرب، كيف فينا نخلق لحالنا سعادة اللي هي نتيجة أو غاية نحن بنقدر نكون فيها؟ هلا السعادة بتبدأ من الداخل، السعادة أبدا ما لها خارجية وما لها ظاهرية، وكل شيء بيجي من شغلات ظاهرية مثلا كحصول على مال أو هدية أو شيء أو مشاعر معينة هي مؤقتة، إلا إذا كانت هي مستدامة. يعني قبل ما نفوت بحب الآخرين يجب أن نحب حالنا، يعني اللي ما بس نحن بيحب حاله بننبسط، بس نكون مكتئبين انزلي اشتري ثياب تنبسط تمام 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 بس هي سعادة بتعطيكي سعادة مؤقتة، بس السعادة الدائمة هي اللي من الداخل، بتنبع من الداخل. يعني انه انا سعيدة ان اشتريت ولا ما اشتريت، انا سعيدة ان حدا قال لي انه انا بحبك ولا لا ما قال لي بحبك، انا سعيدة ان اخذت الشيء اللي انا بدي اياه بالحياة ولا ان تأخر لسبب معين او شيء معين. فانا بعرف لما انا بعرف انه انا كل شيء بصير معي هو خير وبحب هذا الشيء وبتقبله رح يتغير واقعي. كل ما كنا غير متقبلين وعم نقاوم الواقع وعم نعمل للواقع اكثر، كل ما زاد تعبنا الداخلي وتعبنا النفسي. التسليم افضل الشيء، يعني انه نحن نعيش اللحظه الان ونعمل الشيء اللي علينا نحن، بعدين نسلم الامور للاقدار، لانه الاقدار حتجي بما نحن، يعني تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني اذا تشاءمنا سنجد، واذا تفاءلنا سنجد. يعني فكل ما كنا متفائلين اكثر لو كانت ظروفنا كثير سيئه، وبنفس الوقت عملنا اللي علينا وعملنا عمليه التسليم والارتياح، يعني نخلي الاقدار لرب العالمين والكون، خلص هو المدبر، بس نحن نامن انه في شيء حيتغير بحياتنا. اما اذا ضلينا انه رح نفكر ونهك الهم وتعساء من الداخل، يعني في ناس بيملكوا مليارات وهن تعساء، يعني بيعملوا انتحارات. يعني شفنا بايطاليا الشخص هلا عم يقولوا لك من اخر طابق بسبب انه توفوا عم يقولوا لك الشباب بالكنترول صعب. لا ما في شيء صعب، قول جرب اعمل حاول المحاوله هي اللي بتخلينا ما يعني المحاولات هي دائما نحاول، وهو الشيء اللي بيخلينا دائما يعطينا امل بالحياه هو محاولة. يعني نحاول نكون سعداء، حاولوا تفيقوا مبتسمين، حاولوا تفيقوا تعملوا شغلة يعني تبتسموا بوش العالم، لأنه دائما اللي بتبتسم كمان بوش العالم كمان حتى تجي أقدار تخليه يبتسم بالحقيقة. مشاعرنا وأفكارنا لو مثلناها ببداية، إذا ما عم نقدر مثل ما عم يقول اللي بالكنترول، إذا ما عم تقدر تساويها، يعني إذا ما عم تقدر يعني من جوا تساويها، مثلها رح عن جد رح تعيشها بعدين. يعني مثلها لو كنت موجوع، لو كنت متآلم، لو كنت متضايق، عن جد مثلوا هذا الشيء مع حالكم، لانه الجسم بيستجيب ل يعني مثلا انا بقول اني انا كبير ختيرت ظهري واجعني كذا، بتلاقي هدول اللي بيحكوا هدول الكلمات السلبيه بتلاقيهم بيختيروا على صغار على كبر، والحواليهم بختير والحواليهم بصير ظهرهم كلهم يوجعوا. ايه تماما، وانا كمان وانا كمان مثلا يعني مثلا انا موجوع بهذا فكل ما كانت كلماتنا اكثر ايجابيه بتنعاد اول شيء علينا بالايجابيه وبعدين على اللي حوالينا. نعم، يعني شفاء بنرجع بدنا نعيد ونكرر انه كلنا بالهوا سوا مثل ما بيقولوا، عم نمرق بظروف صعبه بغلاء معيشي. دائما لازم مثل ما قلتي يكون عندنا ايمان انه بكره احلى والجاي احلى. هي الكلمه اللي دائما لازم نستخدمها. ولكن خلينا نحكي اليوم عن الام يلي هي عصب البيت، يلي هي العمود الفقري تبع البيت، يلي هي إذا بتكون بحالة غير سعيدة البيت كله رح يتكركب، الأكلة ما رح تزبط، تربية الأولاد ما رح تزبط، ما حيزبط شيء بكل البيت، حتأثر على جوزها وأولادها. خلينا نحكي عن نقطة الأم كيف فيها تكون سعيدة بهذا الظرف اللي هي هكلاني هم كل الدنيا. تمام، أول شيء لا تهكري هم، فكري باللحظة، يعني عيشي اليوم اللي أنت عايشة فيه، استمتعي بأولادك، استمتعي بوجودهم، شوفي النعم
النعم اللي انت فيها، النعم مثلا اولادك حواليك مثلا، نعم مثلا اولادك متفوقين، صحتك منيحه، في خير كثير بحياتك، مثلا حواليك اخواتك وعائلتك واهلك، مثلا في ناس كثير. فكري بالشيء اللي مالكتيه ولا تفكري بالشيء اللي ناقصك، لانه يلي ناقص هو رح يجي لما انت بتشكري او وبتقدري النعم اللي انت فيها. وكل ما كان زاد نظرتنا للاشياء اللي نحن فاقدينها، كل ما فقدنا اكثر، كل ما زاد امتناننا للنعم اللي نحن فيها. يعني ما في انسان بدون نعم، مستحيل. نعمه النفس هي نعمه، نعمه الصحه هي نعمه، فكل ما كنا ممتنين لهي النعم اللي نحن موجودين فيها، كل ما حتى قويت صحتنا وزادت مناعتنا، لانه السعاده والمحبه بتعطي مناعه كثير كبيره. ويمكن مثل ما قلتي كمان الجو المحيط بيلعب دور، يعني في كثير الناس ضمن ظروف استثنائيه عم تحاول فعلا تكون سعيده ضمن امكانيات تمام. بس كمان البيئه بتلعب دور، المحيط بيلعب دور، الطاقه السلبيه. يعني هلا مثلا بتلاقي حدا بيقول انا تعبان، الثاني بيقول له انا تعبان اكثر منك، مو بيقول له بسيطه فتره وبتمر وظروف عم تمر على الكل. هي كمان نقطه سلبيه بالحياه هلا، يعني منتشره بشكل غير مسبوق. هلا هو كل ما كان الانسان اكثر وعيا بغير هاي المصطلحات والكلمات. مثلا مثل ما قلتي، ممكن يقول له حدا انا تعبان، بيقول الايام جايه وكذا، وانا صدقا دائما ما حدا بيقول لي انا تعبان، بلا لا ليش تعبانه، لا بالعكس كذا، وبحاول اني انا يعني طلعهم من اي شيء. وفعلا لما الانسان بيقعد مع حدا عن جد ايجابي، والله حتى حالته النفسيه بتتحسن، حتى مرضه بيتلاشى. يعني تخيلي انت تعدي مع شخص انه هو يتعافى من مرضه، او مثلا بيكون عنده صداع بيروح الصداع، بيكون عنده، لانه كلها الأسباب أساسها نفسي ومشاعر. مشاعرنا ونفسيتنا هي السبب بأمراضنا، هي السبب بنفسيتنا، هي السبب بكل شيء حوالينا، حتى بالأقدار اللي بتجينا. مشاعرنا إلى دور كتير كبير، وأفكارنا بالشيء اللي نحن عم نحصل عليه. مثلا أنا مشاعر حزن حجر الحزن وحجيبه لعندي، مشاعر إيجابية تماما أفكارنا سلبية بالآخرين ومنظن ظن السوء، رح يبعث لنا الأقدار، الكون أقدار بتشبه الشخص اللي نحن يعني اللي ظنينا انه حيجينا، يعني شخص سيء او سلبي. شفاء خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، شيء عملي على ارض الواقع، خلينا نحكي ونصائح نقدمها لكل الناس اللي عم تشوفنا، كيف فينا نحن نصنع السعاده باقل تكلفه. تمام. يعني كيف تمام. كيف فينا مثلا نتنفس صح، يلي هو نعمه اللي ذكرتيها، نروح نمشي تمام، نغير شكل. خلينا تمام. نحكي هدول النقاط، نمط حياة تكون مليئة بسعادة. تمام. أول شيء قبل ما تناموا شوفوا النعمة اللي أنتوا فيها وامتنوا لها وابتسموا. يعني تذكروا الشغلات الحلوة اللي بحياتكم، تذكروا المرآة، حتى إذا ما لقيتوا بهذا اليوم صار شيء حلو، تذكروا بالماضي أشخاص حلوين مرقوا عليكم بتحبوهم، مواقف حلوة مرقتوا فيها تذكروها. شغلة تانية مثل ما قلت التنفس الصح، إنه الأكل الصحي على فكرة كتير منيح، إنه نحن ما مثلا المشروبات الغازية، السكر، يعني الأشياء، يعني ناكل منسف وننام مثلا. إيه تماما. الأكل قبل النوم كمان كتير بيعطي على فكرة، وبيعطي كوابيس الأكل قبل النوم، يعني إذا الواحد أكل ونام. يعني نحاول نعمل هي الأشياء كتير بسيطة، وبنفس الوقت نفكر بالناس كيف نسامحهم. يعني كمان التسامح قبل النوم، مثلا في ناس كتير في مشاكل بيناتنا، أو بالنهار مرق في حدا صار معه مشكلة بالبيت بالوظيفة بالطريق، نسامحه. حتى لو كنا مثلا واحد خانق مع واحد بالسيارة وصار مشكلة كتير كبيرة وكذا، بس تتنام عن جد سامحه، لو انك ما بتعرفه وما عندك رقمه رح توصل هاي رسالة التسامح لإله وترتاح نفسيا. طبعا. يعني من شانك دائما سامحه واغفره، من شانكم مو من شان الآخرين، قبل كل شيء أكيد من شان الآخرين، لأنه نحن عايشين على هالأرض كلياتنا مع بعض، فلازم مشاعر المحبة، الخير، الامتنان، الشكر. أي حدا قدم لكم معروف اشكروه، الشكر كتير كمان بيعطي، سواء لرب العالمين والكون والظروف، وسواء يعني نفسنا داخليا، يعني للأشخاص اللي حوالينا. يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني كل ما كان شكرنا أكثر كل ما حسينا بالسعادة والرياح. الحمد والشكر ضروري بشكل عام. الأخصائية التربوية الاجتماعية الدكتورة شفاء صوان، نشكرك على وجودك معنا، على هي الطاقة الإيجابية اللي زرعتيها اليوم بصباحنا. مثل ما قلنا ببداية حديثنا، السعادة مو فقط هي نتيجة ظروف، لا، فيك تخليها غاية وتحصل عليها ضمن ظروفك أنت الجسدية والنفسية، قديش بتقدر فعلا تكون هي غاية بتحصل عليها. شكرا كثير لك. يا ميت هلايس. شكرا كثير، وصباحك سعادة دائما يا رب. شكرا كثير لك.